نظرة مختلفة ورؤية مشتركة جمعتهم. سيج بلس يونيفورمز فكرة هي وليد التعاون والتقاء مساري هادي هزيم وجورج تربي يلي بيتشاركوا حبهم للتصميم. شكل جذاب بيعكس أفكار جريئة وواقعية من صلب تجربتنا اللبنانية، واقع عشناه أكثر من مرة حتى ترسخ فينا وترجم بفننا. متوجه للرابيد مانيفاكتوري للتعرف على أصحاب هالفكرة ونتعرف أكثر كمان على تصاميمهم المميزة. صار لي فترة أنا برات لبنان، بس رجعت من فلورنس كان شوي شوك، لأنه في كتير قصص أنه كنت عايش كل حياتي فيهم بس ما شايفهم. مثلاً اللي في هالقد ميليتري أون ذا ستريت، إتس غريبة. بلبنان بتحس حالك يور ستوك إن ذيس بابل اللي عم بيصير فيها كتير مشاكل، بتحس يور تراينغ تو سرفايف ذيس بروبلمز إفري داي يعني. نعرف بعضنا نحن بالمدرسة يعني we're like 13 and we're friends. دائما كان عندنا فكرة إنه نعمل شيء مع بعضنا هيك، لأنه كثير إنه we're on the same wave دائما. فبلشنا نفكر كيف إنه to portray this in our jewelry. فأول فكرة جت على رأسنا كانت التوي سولجر، كنا نلعب فيه نحن وصغار، وحسينا إنه this soldier is like the part of us that's gonna fight for us يعني. هيك بلشت. It's a vintage one. طورنا كتير على واحد كتير قديم لفترة كان بالخزانة. We 3D scanned it. وجانا 3D printed it. This is the final result. يعني منه scaled وأكيد different material. حبينا إنه the one who buys it like هو يسمي ال ring تبعه. خلينا إنه لأنه عادة في الجيش ما بنعرف الجيش إلا جيش، ما بنعرف اساميهم، بيجوا من بلك اسمهم جيش. فحبينا انه كل حدا يكون عنده his personal story مع هذا الجيش، and خلينا احنا from our side is unknown، بس حدا يشتري في عالم عم بتسميه يعني انه this is my طبيعة فادي. and this is how it went يعني بلشنا second product based on holiday end building. Yeah. It's inspired by the Holiday Inn building. الشيء اللي فيه هو إنه بيبينوا مثل أواد مثل الفساد تبع ال building. هو تقريبا نفس ال color تبع ال building. We have كمان ال bullet holes اللي هن الخبيش الرصاص والأزايف اللي وقعوا بالبنية. So everything is inspired by Beirut. And بس تمشي على الطريق شو بتشوفي حواليك والمود اللي بتحطك فيها بيروت. Everything that we have is unisex basically. We created Sage تقريبا a year and a half ago. أول شيء Sage بتعني السجس يعني. And it's a herb لونه بلون البدلات الجيش اللبناني. الحمل البدلة usually follows order بس نحن we're combining سجس and uniform so حمل البدلة صار هلا عنده حكمة كانت يعني. الماتيريالز اللي نقيناهم هن منهم الماتيريالز اللي هن موجودين مثلا النحاس البراس المغطس بالذهب and the 3D printed part. كمان we're always experimenting with Guillaume اللي هو مؤسس Rapid Manufacturing وين نحن هلا and everything is waterproof so إذا أجى عليها مي or anything ما بيصير شيء. This is our latest product, the bullet. إرصاص حقيقي مقوس هني. We're gold plating them. The top part هي 3D printed. بقلبها في سكرول. بحطوا like what شو عم بيحاربوا. والسكرول goes in into the bullet. It's a necklace. So your cause بتطلع حديك كل الوقت. و 10% goes to the Lebanese army. البوليت هادز حيكونوا بيتون. كمان في غير ماتيريال اللي هي الريزن. It comes in three colors. بس تمشي على شوارع بيروت كل البنايات اللي بتشوف فيهم بيكون فيهم خويش رصاص. عم نرجع نسكرهم وحده بوحدتها. كمان
then we have the packages. العالم فيها تجاه تستعملوا لغير أساس بحطوا في مصاري بحطوا في coins sometimes بحطوا makeup بقلبوا عم نجرب ما ماشي روح على الكب يعني حتى the point of 3D printing إنه بتستعملي بلاستيك قد ما بديك exactly you know يعني ما في waste ما بنعمل waste من البلاستيك. عنا new collection هي affordable art. أنا هذا الميديوم نستعمل stenciling instead of painting لأنه it's a street art يعني. We painted first the canvases اللي هن مشدودين هون بلبنان ومصنعين بلبنان. عندي كل كاسك تبع الجيش مع حدا مسكة عم بيستعملها كاسك. شوي depicting العالم بلبنان كيف عايشين مع الحرب. It's integrated بحياتهم وبضلوا عايشين ومكفين حياتهم عادي. في تاني piece هي stenciling as well. You have the army pants مع ال Louboutin shoes. أول شيء we center this وين بدها تكون and we draw the lines. بعدين we paint مطرح ما لازم نحط لون and after it we put it again and we spray it على الكانفاس. So stenciling عنده هيدا الإفكت تبع street art. So that's why we used it exactly. Working on being in Hanoi in September, so we're applying and it's going well and fingers crossed. نتوجه لأوكرانيا لنتعرف على أحد أهم الفنانين الجرافيكيين بالعالم. بالرغم من بلوغه سن السبعين ما بينه الفنان الأوكراني المشهور فولوديمير بينيغين أنه يتقاعد بوقت قريب وبينشغل مؤخراً بالتحضير لأعمال جديدة هي مصدر وحي للجيل الجديد بطرق عديدة ومختلفة. ويعتبر فولوديمير بينيغين من أهم الفنانين الجرافيكيين بالعالم ومن أفضل البوك إلوستريترز أو راسمي الكتب بأوكرانيا. ضمنت كتب شهيرة لستانيسلاف ليف، ري برادبري، هربرت ويلز وغيرهم من كتاب القصص الخيالية أعمال بينيغين، كما عرضت هالأعمال بأكثر من 200 معرض بين بلجيكا والولايات المتحدة. ومن الممكن إيجاد قسم كبير من أعماله ضمن مجموعات خاصة ومتاحف عالمية مختلفة. И Сан-Франциско, Чикаго. Бельгийцы, швейцарцы, французы, голландцы. Вони дуже поважають маленьку графіку. Птіграфік, де пті формат. Маленька графіка, мало формату по-французьки. Вони з великим задоволенням купують, збирають. У нас ще не тої культури нема, знаєте. Тільки починається. Є інтелігентні люди, хочуть щось купити, але ціна така, що такий прайс, що не можуть привезти. وبيعبر الفنان يلي بيعيش حالياً بألفيف غرب أوكرانيا عن حبه الكبير لبلده الأم. أوكرانيا то Україна, то чудово наше, як то кажуть по-німецьки, «Де гроші Жіланд», «Велика земля». وبيخبر بينيغين أنه العمل على كتاب واحد بيطلب منه عادةً حوالي 6 أشهر حسب كبره. وهو بيلجأ لوضع الموسيقى أثناء عمله لتساعده على التركيز والإبداع. وبتشكل أعماله مصدر وحي للجيل الجديد ومن بينهم حفيده يلي بيبلغ من العمر 23 سنة وبعيش معه. ياد выбрав архітектуру і не шкодую, вона от я ще до сих пір не визначив, як можна поєднати от з дідовим стилем, хоча однозначно, що ну в цьому щось є, в нього дуже багато є ранніх робіт, де в нього є живопис, буквально це 16-17 років. І в нього є роботи, які зв'язані з Львовом, ілюстрації, також там є площа Ринок. І це теж така фантасмагорична образи, але вони зв'язані з архітектурою. Вакін Володимир Пінігін
يلي ولد بسانت بيترسبورغ بال 1941 انتقل لألفيف بأوكرانيا عام 1958 وأحب هالمكان كتير لدرجة أنه رفض الكتير من العروض للانتقال لبلدان أوروبية أخرى أو للولايات المتحدة وفضل البقاء بموطنه الأم ولو على حساب البعض من شهرته. انتهت لليوم لقائنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة التلفزيون المستقبل وإذا حبيتوا تشوفونا فيكن على الويب سايت الخاص فينا www.futuretvnetwork.com. Bye.